السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي، وأرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن تقييم فعلي وحقيقي عن شركة اكس تي بي العالمية في دبي. شركة اكس تي بي في دبي، ما هي يعني شركة اكس تي بي؟ شركة اكس تي بي عبارة عن مجموعة عالمية للتداول، تقدم خدمات التداول في مجال العملات الذهب النفط بنظام الرافعة المالية. هذه الشركة شركة تأسست سنة 2002، وكانت أول شركة تقدم خدمات التداول بنظام الرافع المالية في بولندا. أسهمها حاليا مطروحة للتداول، مدرجة للتداول في بورصة وارسو، في بورصة وارسو في بولندا، وهي من أكثر الأسهم ربحا، لها أكثر من 15 مقر حول العالم. فرع الشرق الأوسط مينا، اكس تي بي مينا بسموه، يعني شرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موجود في دبي. شركة طبعا تأسست في مركز دبي المالي العالمي دي اي اف سي، مسجله في الوحده 1204، مسجله في الوحده 200 1204، في موقعها في دبي في برج الاندكس شارع السعاده مركز دبي العالمي. برج الاندكس شارع السعاده مركز دبي العالمي، دبي الامارات العربيه المتحده، اكس تي بي مينا. موقعها طبعا مرخصه ومنظمه من قبل سلطه دبي للخدمات الماليه اللي هي دي اف اس اي، تحت رقم ترخيص كما تشاهدون على الشاشه اف 006316. طبعا هي شركه تابعه ل اكس تريد بروكرز دي ام اس اي جي، مدرجه في بورصه وارسو للاوراق الماليه، تقدم اي مشوره وليست مستشارا ماليا. يوجد تاكد من فهمك الكامل للمخاطر طبعا الى اخره. الان شركه اكس تي بي، شركه اكس تي بي لماذا شركه اكس تي بي؟ شركه اكس تي بي طبعا تقدم خدمات شامله متكامله في مجال التداول، يعني أكبر وسطاء تداول الفوركس وعقود فروقات البورصة في العالم. طبعا منصات التداول في الشركة، عندهم منصة اكس ستيشن وعندهم منصة ميتا تريدر، تحب تستخدمها بتحب تستخدمها ما في مشكلة. منصتين ثنتين رائعات الحقيقة، تطبيق تنفيذ لكل أنواع الصفقات بشكل سهل وسريع بدون أي مشاكل. طبعا التنظيم، الترخيص كما ذكرنا من صندوق دبي المالية، إضافة إلى الترخيص العالمي من هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية اف سي اي، والترخيص الرسمي الحكومي التركي والبولندي والإسباني. طبعا هي بالنسبة للحلول الحائزة على أفضل الجواز. طبعا احنا بنحكي هون بالنسبة للتقييم، تقييم العملاء، تقييم العملاء اللي تداولوا بشركة اكس تي بي كيف كانت آرائهم؟ التقييم بصراحة رائع. من أي ناحية؟ من ناحية إنه التداول في نظامها، طبعا هي هذه شركه اي سي ان، يعني ما بتستفيد منك اذا خسرت ولا قرش، يعني ما في نظام اي سي ان. اضافه الى ذلك بتطبق نظامين لضمان الاموال، ما هم هؤلاء هذه الانظمه، هي النظام الاول فصل اموال العملاء كامله عن اموال الشركه. النظام الثاني الذي تلتزم به شركه اكس تي بي، وهو نظام على فكره مش اي شركه بتقدر تلتزم فيه بالعالم، نظام التعويض النهائي. هذا التعويض عبارة عن تعويض بكامل أو أموالك في حالة الإفلاس لا سمح الله. هذا بعطيك طمأنينة وثقة كاملة مطلقة لشركة اكس تي بي والتداول من خلالها. إضافة إلى ذلك إذن هي شركة منخفضة المخاطر بشكل كبير، بتقدم لك طبعا تداولات كاملة كل أنواع العملات، أزواج العملات الرئيسية والفرعية، إضافة إلى العملات الرقمية 25 عملة رقمية، إضافة إلى الذهب النفط الأسهم العالمية كافة بما فيها الأمريكية والخليجية والأوروبية والمؤشرات وصناديق الاستثمار الدولية. كما ذكرنا بالنسبة لموضوع، طبعا بالنسبة لموضوع يعني التراخيص كما ذكرنا مرخص بشكله، بالنسبة لموضوع السحب والإيداع سهل جدا وبدون أي إشكالات. السحب عن طريق الفيزا او البطاقات الائتمانيه او الايداع، اضافه الى البنوك الالكترونيه مثل بال سكريل الى اخره، اضافه الى الحوالات البنكيه العالميه. الان فيها نظام تدريب، نظام التعليم والتدريب، نظام التعليم والتدريب يعني في عندهم اكاديميه التداول، وفي عندهم قاعده معرفه، قاعده المعرفه يعني هي بتعطيك معلومات وفيديوهات شامله عن التداول، اضافه لاكاديميه التداول، اضافه انهم بيعلموك يعني بشكل شخصي ما في مشكله، تقدر تفتح حساب تجريبي حتى تطبق الشيء اللي تتعلمه. طبعا كل اللي تداولوا يعني من خلال مطالعاتنا، طبعا احنا للاراء طبعا هاي ما بنقدر نجمعها احنا بصفحه واحده، لكن من خلال مطالعاتنا للاراء اللي تداولوا انها شركه رائعه جدا، من نظام التداول، نظام المنصات رائع جدا، التدريب والتعليم يعني متقدم بشكل كامل، السحب والايداع طبعا فوري، ما فيش عليه اي رسوم، خلال 24 ساعه تتم معالجه عمليات السحب. التسجيل ايضا سهل جدا، نظام التسجيل بالشركه يعني، طبعا احنا بالنسبه للتسجيل في رابط تسجيل مباشر بدون اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، تجد رابط تسجيل مباشر بدون عمولات او وساطات
بتسجل فيه، بعد التسجيل مباشره بتحكي معك الشركه عشان اذا بدك اي مساعده اي شيء من نظام التداول بالمنصه بيساعدوك، بيكملوا لك تفعيل الحساب وبتبدا التداول. يعني احنا طبعا بننصح بالنسبه لتحليل الاسواق العالميه في مواقع عالميه معروفه بالتداول مثل investing.com وtradingview.com، هذول تقدر انت من خلالهم تطلع على شو اتجاه السوق. investing.com وtradingview.com بعطيك انه الان اتجاه اليورو والدولار سترونج باي او صعود قوي، اشتري، هاي بتقدر تعتمد عليها. انت ما عندك، اذا ما عندك علم بالتحليل، التحليل يعني شوي بده شويه وقت، لكن ترى مش صعب يعني، لازم انت بالنهايه تكون تحلل ويكون عندك استراتيجيتك الخاصه في هذا العالم بالتداول. طبعا احذر انك تدور على حدا يدير لك المحفظه، لانك راح تلاقي مئات الشركات الوهميه والنصابه. الان شركه اكس تي بي ما بتقدم، ما في اي شركه مرخصه في العالم ما بتقدم خدمه اداره المحافظ. اي واحد بيقول لك اداره المحافظ ربح كبير مضمون، هذا نصاب، ابتعد عنه. الان كما ذكرنا شركه موثوقه تقييمها رائع جدا، كل جربوها يعني شكروا منها، قالوا انها يعني اهم شيء من ناحيه السحب ما في مشكله، تنفيذ الصفقات الستوب لوس والتيك بروفيت بنفس السعر ما في اي اشكاليه، نظامها اي سي ان اضافه لنظام التعويض النهائي ونظام فصل اموال العملاء عن اموال الشركه والتراخيص العالميه، ولها مقر رئيسي في دبي. رابط تسجيل مباشر بدون عمولات وسط موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. بعد ما تسجل الشركه بتتواصل معك سواء كان تسجيلك التجريبي او حقيقي. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.